عندك حرب، عندك لسه الكورونا ما خلصتش، في ناس بيجي لها كورونا لغايه النهارده، عندك ازمه غذاء، في ناس بتدور على الاكل مش عارفه تجيبه، عندك ارتفاع في اسعار الطاقه وعدم توفر الطاقه. اربع حاجات النهارده كانوا بيتكلموا عنه في مؤتمر دافوس. معانا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. احنا اخبرنا ايه في موضوع القرود ده وجدر القرود؟ والله انا بكلمك من جنيف، من داخل منظمه الصحه العالميه، من الاجتماع اللي ما انعقدش من اكثر من سنتين ونص، ويعني ما فيش كلام كتير داخل اروقه المنظمه على هذا الموضوع. حتى التصريحات الرسميه اللي خرجت من المنظمه امس واليوم كلها بتقول ان احنا في حاله ترقب وفي حاله متابعه للحالات التي اكتشفت في بعض الدول. طبعا الموضوع غير مقلق على الاطلاق زي ما احنا زي ما سيادتك تفضلت، ويعني نتيجه ان هو طبعا الناس بتقارنه بموضوع الكوفيد 19 وهو يعني مختلف تماما، سواء الفيروس نفسه، الفيروس نفسه من النوع الدي ان اي، مش الار ان اي، يعني ما عندوش فرصه ان هو يتحور ويتغير زي الثاني. نوع العدوى بتاعته او انتقاله ينتقل بالتلامس الجسدي بشكل كبير، فبالتالي لا ينتقل عن طريق الهواء والتنفس، ممكن عن طريق اللعاب، ولكن يعني طريقة الانتقال مختلفة تماما. الأهم من ده وده أنك أنت بتقدر تعرف المريض، يعني المريض بيأذي لما يظهر عليه البثور على الجلد والطفح على الجلد فيبتدي يبان عليه الأعراض، أما قبل ذلك المريض بيبقى مش في مرحلة أن هو انتقال العدوى، وده أسهل بكثير. إحنا كانت مشكلة الكورونا أن العيان ممكن يعدي عشرات حواليه وهو ما يبانش عليه أي أعراض، هو ماشي راكب بمواصلات. فده موضوع مختلف تماما عن هذا الموضوع، ده مش جديد، الموضوع من سنة يعني من أكتر من 50 سنة، وهذا الفيروس مكتشف وعليه شغل، وكان ليه تطعيم وانتهى التطعيم من العالم سنة 80. يعني حتى الناس اللي أخذت اللي كانت اللي عمرها قبل سنة 80 فهي عندها التطعيم اللي موجود بعلامات في الكتاف، ودي بتدي مناعة بشكل كبير جدا. اللي اتولد بعد سنة 80 انتهى من العالم السمول بوكس او الجدري، وبالتالي توقف انتاج او توقف تطعيم بشكل كبير او بشكل متوسع على مستوى الاطفال في هذا الامر. دكتور خالد، هل احنا بنعمل اي اجراءات في مصر، بنعمل اي حاجه لهذا الامر؟ مفيش كلام، احنا طبعا عندنا حالات ترقب، لكن مفيش دوله في العالم، حتى منظمه الصحه العالميه لم تعلن عن اي اجراءات خاصه بحجر في المطارات، لان زي ما قلت لك من المستحيل انك انت حد راكب جاي من اي رحله سواء من دوله افريقيه او من دوله اوروبيه انك انت تقدر تعمل له تحليل او تعمل له طريقه تكتشف بيها اذا كان هو مصاب ولا غير مصاب. فلا يوجد يعني طريقه عالميه تم اعلانها من قبل المنظمات الدوليه لهذا الموضوع. يعني انت بتقول ان منظمه الصحه العالميه تقريبا غير مهتمه بهذا الامر بشكل كبير، مش قد ما الدول واعلامها مهتم بالموضوع. يعني مش ما اقدرش اقول كده، لكن اقدر اقول انها مترقبه، لكن هي لم يتم التصريح بشكل رسمي داخل اروقه المنظمه. احنا كنا النهارده في اجتماعات وامس في اجتماعات، وايضا كنا في لقاء مع المدير العام للمنظمه. القصه قضيه ان احنا النهارده في حوالي 16 دوله خارج افريقيا فيها بعض الحالات، فاجمالي عدد الحالات اللي في العالم الى الان حوالي 120 حاله. زي ما حضرتك قلت كده، معظم الحالات تم اكتشافها نتيجه يعني او معظم الحالات منتقله ما بين المثليين، فبالتالي وطبعا احنا ما بنقولش انها العلم بيقول انها بتنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن هي سبب مباشر للعدوى هو يعني التقارب الجسدي بشكل كبير. وده بيقول ان المنظمه بتقول احنا بنتابع الحالات اللي تم اكتشافها، 57 حاله في انجلترا تقريبا، وبخلاف الدول الاوروبيه الاخرى، وطبعا هو منتشر في وسط وغرب افريقيا، فهي حاله ترقب، ولكن حاله ترقب لا تستدعي القلق ولا تستدعي ال واحنا حتى الان ما عندناش ولا حاله ابدا، مع ان احنا طبعا يعني عملنا نشره عامه على كل مديريات الصحه على مستوى الجمهوريه، طبعا الحالات بتبقى معروف الاعراض بتاعتها ومعروف الشكل بتاعها انها مش جديده، انها بتستمر طبعا من حوالي من صفر لخمس ايام، حمى وصداع والتهاب في الغدد الليمفاويه وألم في الظهر وألم في العضلات وبعض التعب شوية، ولكن بعد كده بيظهر الجدري بقى على شكل بعض البثور اللي بتطلع، وبعدين بعد حوالي أسبوع ولا من أسبوع لأربع أسابيع بتختفي الحالة حتى من غير دواء وحتى من غير بسيط. احنا هنا بنتكلم على
شيء مختلف تماما لا يدعى الى الزوار، لان انا محتاج مستشفيات ولا محتاج رعايه مركزه ولا محتاج تنفس صناعي. الموضوع ما ينفعش يتقارن خالص بموضوع الكوفيد اللي هو ممكن يمثل ضغط على المنظومات الصحيه. حتى لو كان العلاج في المنزل او حصر او عزل في المنزل لمده 21 يوم زي ما حضرتك ما تفضلت تقول، فده زيه زي اي دور كان بيجي زمان لو تذكر، يعني في الاطفال في المدرسه بيجي له حظه، بيجي له جدري مائي، يعني هذا هو الحال. لكن طبعا فكره ان السمول بوكس او الجدري اللي بينتقل النهارده من طريق الحيوان هو يعني علشان احنا لسه خارجين من كورونا، فدل عامل حاله من عدم الوضوح على مستوى العالم وتتناول وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه.